مشاهدينا، اهتم العرب بالفنون وبأنواعها منذ القدم، وتعلقوا كثيرا بالموسيقى والغناء، وكان لهم الفضل في ابتكار الآلات الخاصة بهم وتطويرها على مر الزمن، تجاوبا مع تطور صناعتها وتغيرات الذوق للفن المتلقي. وأيضا أتقن الفنانون في العالم العربي العزف على الآلات النفخية والآلات الإيقاعية وأيضا الوترية مثل آلة العود وأيضا الكمان. أكيد مشاهدينا، يتعدد ويتنوع الموهوبون في هذه المجالات، ولكل منهم آلته الخاصة التي تميز فيها. اليوم خلونا نتعرف على الأستاذ محمد سعيد الحلي، عازف العود. صباحك ورد وسعادة. صباح النور، أهلا وسهلا. أستاذ، في البداية متى بديت تمارس هذه الآلة أو العزف على آلة العود، وهل دخلت معاهد معينة أو بدت معاك كهواية؟ نعم، أنا بديت طبعا بالثانوية عزفت جيتار، تعلمت الجيتار، وب 2010 يعني تخرجت وصلت للجامعة. أول سنة جامعة تعلمت العود بس عن طريق نفسي، يعني أنا علمت روحي يعني، وعلى السمع يعني تعلمت. يعني كان في البداية ممارسة فردية. ممارسة فردية تقدر تقول هيك. نعم. أستاذ محمد، ذكرت في الجواب أنك أنت تعلمت العود وتعلمت الجيتار. نعم. إحنا عارفين، إحنا مش على علم كبير بالفن وعزف الآلات، ولكن إحنا عارفين في معلومة أنهم مختلفين تماماً عن بعض في تعليمهم وحتى عزفهم. نعم. خبرنا أكثر عن هذا الموضوع، كيف قدرت أنك أنت توازن بين اختلاف الآلتين؟ بالضبط. طبعا هي المدرستين، هي مدرسه يعني مدرسه العود مدرسة الجيتار، مدارس مختلفه طبعا كتعليم وكذلك كعزف، يعني مدارس مختلفه تصير، بس تبقى نظريه الموسيقى هي واحده موحده لكل الات، الكمان والجيتار والبزق الى اخره. يعني فمجرد ما الواحد يتعلم النظريه الموسيقيه لاله معينه يقدر يطبقها على الاله الثانيه. وطبعا انا كنت اعزف غربي يعني روك وميتال وهالاشياء، إلى أن وصلت للمجال الشرقي يعني والموسيقى الشرقية والمقامات أيضا يعني تعلمتها وحدي. أكيد أستاذ محمد، يعني كل عازف يقول لك أنا لي علاقة خاصة مع آلتي، يعني يكون هناك شغف وحب. نعم. لهذه الآلة. نعم. شو علاقتك أو كيف تصف يعني علاقة محمد مع آلة العود؟ هواية نسأل هذا السؤال طبعا، يعني علاقة العود وياي مثل أب وابنه، يعني أنا الأب والعود الابن مالتي يعني. بالضبط. زين، ممكن تسمعنا شيء؟ دليلين. بتسمعنا عربي غربي؟ شغله يعني موسيقار عراقي اسمه منير بشير، عنده موسيقى يعني جميله، انا من الاشياء اللي احبها اسمها سوق هرج، نسمعها ان شاء الله. محمد، لما قلت انك انت بتعزف اللون العراقي تذكرت فكره دائما تيجي على بالي، انت طبعا عزفت اللون العراقي القديم بعض الشيء. نعم. في هذه الايام في هذه الاونه احنا في دول الخليج دائما نسمع اللون العراقي، خاصه في ظل هذه الفتره. نعم. صار اللون العراقي بشكل جدا رائج، وهي الاغاني الحديثه. كلمنا ليش من الممكن لاقت رواج جدا كبير في الخليج العربي؟ طبعا يعني اول شغله هي سبب القرب اللهجي طبعا، يعني اول شيء. ثاني شيء الالحان يعني نقدر نقول مو مطروقه، الالحان الجديده اللي تصير مو مطروقه كمسمع الشعب الخليجي يعني، وهذه فاكيد تلقي يعني فد اقبال نقدر نقول على الاغنيه العراقيه يعني. صحيح. من الشعب الخليجي. نعم اكيد. طبعا استاذ محمد ذكرت ان يعني علاقتك وطيده او ممكن نقول قويه مع اله العود، فاكيد يعني تعرف اجزائها يعني بالتفاصيل اكيد. طبعاً. لكن يعني لما تيجي تعزف او شيء او حدث خلل، تقدر مثلا تعرف الجزء اللي سبب هذا الشيء وشو الاجزاء الرئيسيه او الاساسيه في العود اللي تاثر على العزف مستقبلا؟ صحيح طبعا، يعني العود يتكون من اشياء اساسيه، المفاتيح والصدر والطاسه والزند الى اخره يعني، وكل خطا يصير يعني بالعود يبين يعني المكان الخطا وينها، اما من الوتر او من الزند او من المفاتيح، فالواحد يعني بالخبره يعني اكيد طبعا يعرف الصوت الخلل منين يجي. نعم.
بعيدا استاذ محمد عن العود، في ايضا انواع جيتار جدا يعني وايد انواع للجيتارات، منها الجيتار الكهربائي والخاص باغاني الروك مثل ما انت ذكرت انك انت كنت تمارسها قديما. كلمني اكثر عن هذا الموضوع، يعني تخصص مثل ما نقول الالات لبعض الالوان، كيف من الممكن اذا انا ما اتقن مثلا العزف على الجيتار الكهربائي من الممكن ان اعزف نفس اللون على جيتار ثاني؟ طيب الجيتار بالجيتار الاكوستيك اللي هو الغير كهربائي بس الاوتار تصير نحاس، ثم عندك جيتار كلاسيك، الجيتار الكلاسيك اللي يصير الاوتار تقريبا نفس اوتار العود اللي هي نايلون، ثم عندك جيتار كهربائي. طبعا كل نوع من هالجيتارات يعني يختص بمدرسه معينه، خلينا نقول مثلا الكلاسيك اللي هو فلامينكو اللي هو الاسباني، الجيتار الكهربائي مثلا اللي يسموه الكانتري ميوزك والروك اند رول ميوزك، الاكوستيك اللي هو مثلا بوب او اللي يسموه الالترناتيف روك يعني الروك الهادئ خلينا نقدر نقول. فشوفي كل نوع من الجيتارات الى يعني نوعيه من الموسيقى خاصه بها يعني نقدر نقول. نعم اكيد. محمد لكل عازف يعني اله او عود له دوزان معين دائما نسمع هاي الكلمه عفوا او المصطلح، شو الدوزان اللي دائما تعتمده في العزف؟ وطبعا هل حسب عدد حسب عدد الاوتار او كيف؟ طيب هو عدد الاوتار للتعليم يصير 5 اوتار، العود كتعليمي 5 اوتار، ثم العواد المحترف يعزف 6 اوتار، واكو بعض العوادين والموسيقيين يعزفون 7 اوتار. اما بالنسبه للدوزان، الدوزان اللي هو دوزان المعتمد بالوطن العربي اللي يسموه فا قبا، يعني من الفا القرار الى الفا الجواب. اكو بعض الناس تعزف ري قبا اللي هو دوزان التركي، وبعض الناس تعزف دو قبا اللي هو من الدو الى الدو، يعني فيختلف الدوزان حسب الدوله او حسب المكان اللي هم وين. نعم انزين خلينا نسمع شيء استاذ محمد. نعم تدلي الأستاذ محمد. لكن احنا نبى نتكلم عن الفرق من بين العودين، عود الكلاسيكي وايضا هناك عود يسمى عود السحب، كلمنا اكثر عن الفروقات بينهم. طيب العود الشرقي اللي هو هذا الشرقي، والعود السحب اللي الاوتار مالته تجي للنهايه يسموه زند متحرك. العود الشرقي يعني يستخدم دائما يعني مثلا الشخص اللي يغني زين والاغاني الطربيه خلينا نقدر نقول، فيستخدم العود الشرقي. اما العود السحب يستخدم الاشياء التكنيك، مثلا عندنا الموسيقار نصير شمه، الاشياء التكنيك، الاشياء الكوردات، يعني نقدر نقول تكنيك العود المتمرس الصعب زين العود السحب يستخدمه. فيعني هذين النوعين مال الاعواد. نعم اكيد محمد، الان يعني في ظل انتشار الاغاني والموسيقى الصاخبه، هل ترى ما زال يعني اقبال الناس انهم يحبوا يسمعون العود؟ طبعا في ناس مثلا تقول لك انا افضل اسمع العود مثلا مع اغنيه او يكون هناك مطرب واغنيه طربيه، وفي ناس تفضل تسمع العود يعني بروحه من دون مطرب بالضبط. فتشوف اين يعني اقبال الناس اكثر او توجهاتهم اكثر على شو؟ هي تبقى اذواق طبعا الناس، بس طبعا اذواق الناس اللي تريد تسمع الموسيقى وحدها نقدر نقول قليله يعني او نخبه نقدر نقول فعلا. فبس الاكثريه طبعا تريد تسمع العود ويا شخص يغني يعني، بس مثل ما قلنا احنا ندور النخبه يعني ما ندور الاكثريه. صحيح استاذ محمد، لما في انواع الفنون دائما انت قلت في البدايه كان انت تعلمت لوحدك كيف انك تنتقل من عزف الجيتار الى العود، كاساسيات كيف من الممكن ان حد ما يعرف انه يعزف العود يدخل الى هذا المجال؟ شو الاساسيات لازم يتعلمها وتكون موجوده فيه؟ نعم طبعا يعني ضروري انه الشخص يعني انا نظريتي واحدة صارت يعني صدفة انه صارت ان تعلمت الموسيقى وتعلمت المقامات، تعلمتها كلها وحدي يعني من ما حد ساعدني بيها. بس النصيحة لازم كل شخص اللي يتعلم لازم يتعلم ويا استاذ، على مود يعلم الاصول الصحيحة والمقامات يعني المقامات وابعاد الموسيقى لكل المقامات، فلازم يتعلم ويا استاذ يعني هاي النصيحة مالت. اكيد محمد، جائحة كورونا اثرت على الكل سواء فنانين ومطربين وايضا ممثلين. نعم. كعازف عود كيف اثرت عليك هاي الجائحة وكيف غيرت توجهاتك واتجاهاتك مع افراد المجتمع؟
يعني طبعا هي بعد يعني الطلعه بالبيت يعني اقل صارت الطلعه والمشاغل صارت اقل، مثلا شنا نطلع مثلا حفلات وهذه يعني اشياء، فهاي كلها قلت يعني بسبب الجائحه مال الكورونا. فان شاء الله يعني تعدي على خير يعني نرجع على حياتنا الطبيعيه. في حفلات اونلاين؟ حفلات اونلاين لا، احنا دائما نحب كونسرتس يعني تصير حفله قدام ناس وهذا احسن يعني، لان المقابل من يشوفك قدامك احسن من ما بالانترنت يعني الروحيه تصير احلى يعني. صحيح. استاذ محمد، الفنانين دائما يتطلعون الى اعلى مثل ما نقول مرتبه في الفن وفي العزف. احنا كمشاهدين لهذه الحفلات دائما يكون في، لما يكون في اساتذه قاعدين يعزفون اله معينه، يكون حتى لهم وقت قبل الفنان ما يغني الاغنيه معزوفه بسيطه يعزفها قبل ما يغني الفنان اغنيته. كيف من الممكن الشخص يوصل من مرحله التعليم والتدريب العادي بين الالات الى انه يوصل الى مرحله انه هو يعزف قبل الفنان اللي يغني في الموسيقى في نفس ما نقول الحفلات الموسيقيه؟ نعم نعم، طبعا احنا قلنا اول شيء احنا اساس التعليم انه لازم شخص يعني مدرس يعلم الموسيقى، بس من يوصل مرحله يعني نقول مرحله اوكي يعني واصل بيها، هنا يبدا لازم يسمع، لازم يسمع مدارس مختلفه من العزف، يعني عندك مدرسه اليمنيه، المدرسه الخليجيه، العراقيه، السوريه، المصريه، المغربيه، لا التركيه، زين، فيسمع اكثر من مدرسه كعود او كتقاسيم احنا نقدر نقول عليها اللي هو العزف اللي قبل هذه، يسمع اكثر من نوع تقاسيم على مو شنو يصير عنده يعني نقول الستايل يونيك مالته، فريد من نوعه يصير عنده وهو يعني يتميز بيه بعد يقدر يقول. نعم اكيد. محمد حابين نسمع منك شيء بعد، بتسمعنا عراقي ولا شيء مختلف شرقي او عربي؟ سمعكم عربي مصري. تفضلي. لا عادي تفضلي انت. احنا عارفين انه العود يعني هو نفس ما نقول آلة عربية او تخصص لي مثل ما نقول اللي هو عزف الاغاني العربية خصيصا، لكن في الفترة الاخيرة والآونة الاخيرة دخل العزف آلة العود في الاغاني او الكلمات الاجنبية، حتى لو كان في مثل ما نقول خلفية الموسيقى وليس عندما يغني الفنان. كلمنا اكثر عن هذا الموضوع، كيف قدروا الفنانين يوظفون آلة عربية متخصصة في اللحن العربي بالاغاني الاجنبية؟ بالضبط. طبعا الاغاني الاجنبيه هم عندهم نقدر نقول مقامين او سكيلين اللي هو يسموه ماينر وميجر، اللي بالعربي نسميهم عجم ونهاوند. هذين المقامات هم نفسهم يعني ينعزفن بالغربي ونفسهم ينعزفن بالشرقي يعني كعود، فنقدر نعزف الغربي نقدر نعزفه على العود، يعني مو ذاك الشيء صعب، بس انه هي شغله نقول ما مطروقه، شغله جديده يعني انه سووها كاغنيه اجنبيه ويعزفون عليها سولو عود، فشغله حلوه يعني انه واحد يسمعها يعني. صحيح. نعم طبعا. اكيد محمد استمتعنا معاك، واكيد طبعا حابين نسمع منك شيء ختامي أكيد. بس هالمره عاد يعني شو اسمه طول لنا شويه في العزف تدلش. بس تدلش. محمد قبل ما تعزف لنا المعزوفه نود ان احنا نقول للمشاهدين ان احنا على هذا القدر نكون قد انتهينا من حلقه اليوم، تابعونا بكره في نفس الموعد. دمتم في حفظ الله ورعايته، في امان الله.